عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكما ترون صار تغيير شيئا قليلا، يعني كان هذا مكاننا في الأصل، ثم غيرنا المكان، ثم جاءتنا اعتراضات من بعض الإخوة يقولون في هذا المكان، يقول نشعر بقرب أكثر و يعني بساطة أكثر من هناك، فرجعنا. طيب، والعود أحمد إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني بالنسبة للنساء إن شاء الله تعالى، اعتبارا من الأسبوع القادم سيمد ميكروفون لهم، مكبر صوت إن شاء الله تعالى للنساء، بحيث أن يصل الصوت لهن بحول الباري. الأمر الثالث أيضا، جاءنا اقتراح أنه بدل أن يكون حديثنا عن سورة المائدة أن يكون حديثنا في جزء عمة، وذلك لأن الكثيرين يحفظون جزء عمة ويقرؤونه كثيرا، فبودهم أن يعني يطلعوا على تفسير الآيات في هذا الجزء أولى من غيره من الأجزاء. فنبدأ إن شاء الله بجزء عمة، ونستميحكم عذرا أن بدأنا بالمائدة الأسبوع الماضي، نتوقف إن شاء الله تعالى نتم جزء عمة، وإن يسر الله تبارك وتعالى نعود مرة ثانية إلى جزء عمة بحول إلى سورة المائدة بحول الباري. جزء عمة هو الجزء 30، هو الجزء 30 من كتاب الله تبارك وتعالى، وهو يعني يشتمل على سور قصيرة تسمى قصار المفصل. وجل جزء عمة لم يكن كله تقريبا يعني مكي، سوره مكية. وأول سورة في جزء عمة هي سورة النبأ، ويقال لها سورة عمة، ويقال لها سورة عمة يتساءلون، ويقال لها سورة المعصرات. التسميات هذه يعني أمرها سهل يسير، لكن على كل حال أن هذه الأسماء تؤخذ من ألفاظ وردت في هذه السورة. فأولها عمة يتساءلون، فبعضهم سماها سورة عمة، وبعضهم سماها سورة عمة يتساءلون، سماها النبأ لأنها قال عمة يتساءلون عن النبأ، سماها سورة النبأ. وبعضهم قال سورة المعصرات لذكر المعصرات فيها. فهذه السورة وهي مكية وعدها 40 آية، وقيل 41 آية. والاختلاف هذا ليس في اختلاف يعني وجود آيات أو عدمها، ولكن في العد، يعني مثل سورة الفاتحة كمثال، بعض أهل العلم يعد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة، وبعضهم يعدها آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية ثانية. فهذا الاختلاف في أين يعني تنقطع الآية وتبدأ الآية التي بعدها. في سورة عمة يقول الله تبارك وتعالى عمة يتساءلون، وأصلها عن ماذا يتساءلون، ولكنها أدغمت، وإلا أصلها عن ماذا يتساءلون. وهذا التساؤل إنما وقع من كفار قريش، وهذا السؤال من الله تبارك وتعالى ليس هو سؤال استفهام، ليس هذا سؤال استفهام، وإنما هذا سؤال إنكار، ينكر الله عليهم هذا السؤال لأنه سؤال ليس في محله، لأنهم تساءلوا عن النبأ العظيم. يقول الله تبارك عن ماذا يتساءلون ثم يجيب سبحانه، فدل هذا على أنه لم يستفهم منهم، وإنما الإجابة عنده جل وعلا. قال عن ماذا يتساءلون ثم أجاب، قال عن النبأ العظيم، أي يتساءلون عن النبأ العظيم. وهذا النبأ الذي تساءلوا عنه اختلف فيه أهل العلم من المفسرين على 3 أقوال مشهورة. القول الأول أن هذا النبأ هو محمد صلى الله، يعني يتساءلون عن محمد، هل هو كذاب، هل هو شاعر، هل هو كاهن، هل هو رسول، هل هو مجنون، هل هو عاقل. فكان هذا الحديث يدور بينهم، وإذا كانوا يعني يستشير بعضهم بعضا فيما يطلقونه على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبأ هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول. القول الثاني أن النبأ الذي يتساءلون عنه
هو القرآن الكريم؟ أهو كلام الله أو هو كلام البشر؟ أيمكن أن نأتي بقرآن مثله أو لا نأتي؟ فهذا النبأ العظيم الذي يتساءل عنه هو القرآن الكريم. القول الثالث أن النبأ العظيم الذي يتساءلون عنه هو البعث، هل البعث حق أو أن البعث ليس بحق؟ وهذا هو المشهور الذي عليه جل المفسرين من السلف رحمه الله تبارك وتعالى، أن المقصود بالنبأ العظيم الذي يتساءلون عنه هو البعث. ولذلك هذه الآية تتكلم عن إثبات البعث بصور مختلفة كما سيأتي تفصيل ذلك. يقول الله تبارك وتعالى ماذا يتساءلون؟ أي الكفار، كفار مكة. وإذا قلنا هذه السورة مكية، هذه السورة مكية نزلت في مكة قبل الهجرة، وأنتم تلاحظون أن آياتها قصيرة، وهذا حال السورة المكية أن الآيات تكون قصيرة ليست طويلة. وأيضا كذلك من علامات السورة المكية نتكلم دائما عن أمور العقيدة ليس فيها أحكام، بينما الآيات المدنية تكون فيها الأحكام. فالله تبارك وتعالى يقول عن ماذا يتساءلون، ثم قال عن النبأ العظيم. وابتداء السورة بقوله عما يتساءلون، أول كلمة في السورة سؤال استفهام، عن ماذا يتساءلون؟ وهذا يقول أهل العلم للتشويق لي. فالإنسان عندما يبدأ الحديث بسؤال، وإذا تجدون بعض يعني المعلمين عندما يعني يبدأ الدرس يبدأ بسؤال لتبدأ الذاكرة تتحرك والمخ يفكر والإنسان ينتبه، فيبدأ بسؤال للفت الانتباه. فهنا كذلك بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بسؤال للفت الأنظار ولفت الانتباه حتى يستمعوا لما سيأتي بعده، عن ماذا يتساءلون؟ ثم قال عن النبأ العظيم، أي إن الأمر الذي يتساءلون أمر خطير، أمر عظيم، أمر تتوقف عليه يعني نهاية الإنسان ومصير الإنسان إلى جنة أم إلى نار. لأن من آمن بمحمد أو آمن بالبعث أو آمن بالقرآن كان مصيره الجنة، وعكس ذلك مصيره إلى النار. ويقال عن النبأ، أي الخبر العظيم الذي هم فيه مختلفون. وقلنا اختلافهم هو هل هو نبي أو شاعر أو كاهن أو كذاب أو صادق، هل هناك بعث أو ليس هناك بعث، هل القرآن كلام الله أو كلام محمد، هذا الشيء الذي اختلفوا فيه الذي هم فيه مختلفون. يقول الله كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. هنا كلا سيعلمون أي سيعلمون الحق الذي يتداولون السؤال عنه، هل البعث حق أو البعث لا، تشوفون. وهذا مثل قولنا يعني عندما يعني مشتهر عند الناس، وأنا أضرب مثالا فقط، هارون الرشيد ذكروا أنه أرسل له أحد ملوك الروم رسالة يهدده فيها بأنه سيغزو بلاد الإسلام وسيفعل ويفعل ويفعل، وأرسل كتابا بهذا. فلما وصلت هذه الرسالة إلى هارون الرشيد قال لي من جاء بالرسالة اكتب على ظهرها، يعني ما يحتاج كتاب جديد، اكتب على ظهرها ما ترى لا ما تسمع، ما عندي رد، أنا ردي فعل، ما ترى لا ما تسمع. وكذلك هنا قول الله تبارك وتعالى كلا سيعلمون، أي سنريهم، هم يجادلون الآن في هذا الحق، يجادلون في محمد، يجادلون في البعث، يجادلون في القرآن، ما ترون، ستعلمون أن القرآن هذا حق، ستعلمون أن محمدا نبي، ستعلمون أن البعث حق، في قبوركم ستعلمون هذا، قبيل موتكم ستعلمون هذا، بعد بعثكم ستعلمون هذا. كلا سيعلمون ثم أكدها، ثم كلا سيعلمون، ثم صار يؤكد. لماذا قال هذا الكلام؟ ألم نجعل الأرض مهادا، وما سيأتي من الآيات إن شاء الله تعالى، وهذا نتركه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عنه، ونقف هنا والله أعلم.